مشكل ديال لا ديكولوراسيون ديال الظفر اولا تغيير لون الاظافر. دونك خصنا نعرفوا ان كاين بزاف الاسباب. اولا لو تروماتيزم اولا الضربه. الانسان مثلا الا تضرب في رجله اولا لبس شي حذاء اللي هو مضير فيقدر يبان له واحد لي طاش نواغ كحلين اولا قويين تحت الظفر، وهذا ناتج على واحد ليماتوم اولا واحد تسرب ديال الدم تحت من الظفر اللي كيكون محتبس وكيعطي الم. فالعلاج ديالو بسيط، يعني الانسان كيقدر يجي تنعطيو نوصل واحد الادويه ديال مضادات الالم، كذلك يمكننا ندير واحد لو سوان باش كنحفروا الظفر ونخرجوا داك الدم اللي محتبس لتحت لانه هو اللي تيكون سبب رئيسي للالم. بالنسبه للناس اللي كيكون التغيير ديال اللون الى اللون الاصفر، فهنا هذا مشكل شائع بالنسبه للعيالات لان كيكون اسباب ديالو كاين هو طلاء الاظافر اللي اللون ديالو غامق اللي الانسان الناس اولا العيالات كيستعملوه بكثره، فكيؤدي مع المده ان الظفر كيتغير اللون ديالو كيولي اصفر. بالنسبه لي طاش بيضين، الانسان بعض المرات كيبانوا له دي طاش بيضين، فهادو تيكونوا اما يعني ناتجين على فطريات، فكاين نوع ديال الفطريات اللي تتعطي دي طاش بيضين، وكذلك كاين انواع اخرى اللي كتكون ناتجه على امراض اخرى ديال المناعه. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.